مانشستر سيتي. وصلت إلى جافي. خطيرة جدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الأجواء جميلة والطقس مثالي في ملعب المباراة. هذه تحياتي محدثكم فارس عواض، ويسعدني التواجد معكم في التعليق على أحداث هذه المباراة. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي يواجه فريق ريال مدريد. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. مدافع بيرجع الكرة إلى حارس المرمى. جافي، رايس، ليفاندوفسكي، روبرت ليفاندوفسكي. وصلت عند ديكلان رايس. الآن مع ليفاندوفسكي. وصلت إلى جافي. الآن مع ليفاندوفسكي. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسب ضربة الزاوية. بوتي. الكرة تصل لثيو هيرنانديز. يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. رافائيل لياو. رافائيل لياو. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة. وركنية لمانشستر سيتي قد يستغلها للتقدم في النتيجة. وهنا مع جارفينيو. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. والهدف يأتي. الضغط مستمر. الإصرار على الهجوم. أخيرا الكرة في المرمى. هدف مستحق. مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. تصويبة قوية بتحرك المرمى. الكرة كانت في السقف، حطها بكل قوة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. تصل إلى أليسون. رايس. الآن مع ليفاندوفسكي. رافائيل لياو. تصل إلى ليفاندوفسكي. والآن مع جارزينيو. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مرات خطيرة. مستحيل. أي هدف هذا؟ أي تسديدة؟ أي كرة من مسافة بعيدة؟ حطها في المرمى. الله على هذه الطلقة. نشوفها مرة أخرى. التسديدة القوية التي كانت من بعيد. مفاجأة قوية جدا واستقرت في شباك الحارس. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. هدف في منتهى الجمال بتسديدة مباغتة من مسافة بعيدة تفاجئ الجميع وتهز الشباك. والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. شوط المباراة الثاني من اللقاء، شوط يحتاج فيه ريال مدريد إلى تقديم أداء مثالي حتى يتمكن من تقليص الفارق ثم التفكير في العودة. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي. تمريرة بيغير فيها مسار اللعب. ليفاندوفسكي. راؤول غونزاليز. راؤول. هنا تشافي سيمونز. تدخل رائع في توقيت مثالي. انطلاقة هجومية لريال مدريد. البحث عن تقليص الفارق. كرة في مكان. جارزينيو.
رمية تماس للميرينجي. بيلينغهام إلى راؤول غونزاليس، خيسوس نافاس، ملعوبة إلى أليسون بيكر، جيرزينيو، توني كروس، داني أولمو. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. تشافي سيمونز، ولان بيلينغهام، يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. رأسية تفتقد التوجيه وفي النهاية بتعدي بجوار القائم. مهم جدا يكون التركيز في اتجاه الرأس عند ضرب الكرة. خيسوس نافاس إلى رافائيل لياو، ليفاندوفسكي، تصل إلى ليفاندوفسكي، توني كروس، داني أولمو، سيمونز. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. صافرة النهاية تأتي والمباراة بالتأكيد تنتهي. وفوز يتحرك لمصلحة السيتيزنز. أداء جيد اليوم، وعرف الفريق كيف يخرج من انتصار هام. Goal for Manchester City. Rafael Leao. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. أجواء جميلة جدا في ملعب المباراة بانتظار ضربة البداية. محدثكم فارس عوض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي في مواجهة الميرينجي ريال مدريد. مباراة اليوم نريدها كبيرة، نتمنى بأن تكون فيها الإثارة حاضرة من البداية حتى صافرة النهاية. نريد أن نستمتع بهذه المواجهة لأقصى درجة ممكنة. هجوم من مانشستر سيتي، وصلت إلى غافي. كان ممكن تشتيت الكرة بشكل أفضل، الخطأ كان مفتاح هذا الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بيرلا ميندي، دي ليخت، كينغ، تيمبر، بتروح لشمايكل. رمية تماس لمصلحة السيتيزنز. جافي، وصلت عند ديكلان رايس. ليفاندوفسكي أمام المرمى. الله، هدف يأتي ويوسع الفارق لهدفين في هذه اللحظات. وهذه إعادة الهدف الرابع. هذه الأهداف التي نستمتع بمشاهدتها مرة وثلاثة. شوف التسديدة، شوف الكيفية، شوف كيف تدور وتروح في المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مبابي بيعدي وبيمر بالكرة، كل شيء كان بأفضل طريقة حتى اللمسة الأخيرة. ضاعت الفرصة الخطيرة. رافائيل لياو، من ليفاندوفسكي تنتقل المنافس.
جوناثان، خيسوس نافاس، الكرة تصل لثيو هيرنانديز، ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي، كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. جوناثان، روبرت ليفاندوفسكي، ثيو هيرنانديز، الكرة بتضيع من ثيو هيرنانديز، فرصة هدف الآن. ليفاندوفسكي، والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. Hurry up at half time, there will be a display from the police dog display team displaying the seats for the van. انطلاقة شوط المباراة الثاني، ريال مدريد في مأزق هنا وبحاجة إلى تقديم كل ما لديه لتغيير النتيجة ومحاولة العودة من بعيد. جيرزينيو، تصل إلى ليفاندوفسكي، روبرت ليفاندوفسكي، جيرزينيو، الآن مع ليفاندوفسكي، وصلت إلى جافي، بالكاد يوجد تسلل في هذه اللقطة. ليدلي كينغ، كرة مع ستيفي، ممتازة التمريرة رغم الضغط الموجود، لكن وصلت الكرة بأمان. أليكسيس بيعدي فيها، يتقدم فيها، ما مرت، ما عدت، حالة تسلل في هذه الكرة مع بعض التركيز، كم ممكن تفادي هذا الموقف، كم ممكن انتظار العودة من التسلل قبل التمريرة. روبرت ليفاندوفسكي، إيمانويل بيتي، إلى رافائيل لياو، ولا مع جافي، رافائيل لياو قطع الكرة قبل أن تزداد الخطورة. مبامبي، فرصة تقليص الفرق، لا، لم يعد التعادل بعيدا الآن، هدف واحد فقط يفصلهم عن التعادل في هذا اللقاء. إعادة الفرصة مرة أخرى، الله على دقة التصويب، مهارة غير عادية في وضع الكرة في مكان صعب أسفل العارضة، هذه اللقطة من الصعب التصدي لها. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. جيرزينيو، ولا مع جافي، ألا مع ليفاندوفسكي، عند فرصة التمرير، الله على التدخل، روع اللقطة. الآن نسمع أصوات الجماهير، دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة، هل بيمر فيها بحديه؟ يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. صافرة النهاية إذن تعلن عن تحقيق مانشستر سيتي للفوز في مباراة ممكن يخسر الفريق أفضلية في أي لحظة في هذا اللقاء، ويأتي هدف التعديل، لكنهم عرفوا